السلام عليكم. اليوم حنحضر معكم الخبز اللي كيجي خفيف اللي كيجي ساهل في التحضير. نسحقوا هنايا زلافة تاع السميد، هنايا جوج زلايف تاع الفرينة، ونسحقهم بعد جوج زلايف تاع الماء. هنايا نسحقوا غرفة كبيرة تاع السكر، ثلاث مغارف تاع الزيت، وغرفة صغيرة تاع الملح، والملح يبقى على حسب الذوق. هنا عندي الخميرة اون غروند كويير، غرفة كبيرة تاع الخميرة، ودرت لها الماء دافي. اللي عنده خميرة تاع رقيقة يقدر يديرها بلا ما يديرها في الماء. ونبدأ التحضير. بسم الله ونديرو كل شيء. نزيد السكر، نزيد الملح، نزيد الخميرة. الزلافة اللي درنا بها السميد نديروها بالماء دافي. بعد ما نديرو كل شيء في الميكسور، ونزيدو بعد ما نخلطوه شويه نزيدو الزلافة تاع الماء. بسم الله، ونحركو كلشي. انا بعد ما تحرك بسم الله هذاك السميد مع بسم الله مع السكر ومع الملح مع الخميره، درك نزيدو لها الزيت، ثلاث مغارف تاع الزيت. بغا يدير زيت زيتون، بغا يدير زيت عادية. نزيدو الزلافة الأولى تاع الفرينة، نبداو بليت. هذا الخبز قاع ما يسحقش العجين، غير نجمعوه. هنا مازال خاصني الفرينة، نزيد الفرينة. نبقاو غير نجمعو فيه لما ندلكوه، العجينة ما تجيش شادة روحها بزاف وما تجيش جارية هكا. كاع ما عجنتهاش، غير لميتها. درك نخليوها هكا حتى تطلع. بعد ما جمعناها نديروها غير شوية زيت هكا الفوق ونخليوها تطلع. ها راه بعد ما طلع الخبز بسم الله، نديرهم خبزات صغار خبزات كبار، كل واحد كيفاش يحب يديرهم. كل واحد يديرهم الحجم اللي بغى، اللي بغى حجم صغير، اللي بغى حجم كبير. كل واحد الحجم اللي بغى. انا باغا ندير شويه صغار لولادي وشويه كبار. فوالا هذا الخبز كيجي
ساهل، كيجي ساهل، ما كيشدش الوقت وما يتعجنش. خاصكمش تعجنوه، فوالا عطيت لكم خبز اللي فريمون ساهل بزاف، تقدروا ديروه كل يوم. فوالا دوروهم هكا في السميد، بسم الله هكا. هكا فوالا الخبز ساهل بزاف، وقعدوا في داركم وديروا خبز لولادكم. فوالا باش نفيتي الكورونا باغ ايفيتي الكورونا. راه الخبز تاع برا ماشي مليح، انا بلا الكورونا كنت ندير الخبز لولادي، ما كنتش نشري. ساهل ساهل بزاف. فوالا هنا يندبكوهم شويه، ما نديروهمش رقاق بزاف وما نديروهمش خشن بزاف، هكا ندلكوه شويه. قبيله قلت لكم القياسه تاع الفرينه، قلت لكم درت جوج بحال هادو، مي زدت شويه، زدت شويه قبيله باش زدت غير شويه وصاي فرينه عندكم ميزانكم خير، اختار كل واحد واش من الفرينه اللي عنده. ها فوالا بعد ما طلع الخبز فوالا شلطناه هكا بالموس ولا، ومن بعد ندخلوه للفرن 250 درجة. ها راه الخبز كيفاش كيخرج بعد ما طاب، كيجي هشيش، كيجي هكا خفيف. فوالا كيفاش كيجي، والزواق كيقعد الاختيار، اللي بغاه يخليه هكا يتحمر مليح. ها شوفوا شحال خفيف. فوالا اللي بغاه هكا يخليه هكا، اللي بغاه يحمرو مليح، اللي بغاه يديرو زنجلان، كل واحد كيفاش يحب يديرو. البصلة وصلت سهلة. ابوني فو، ديرو جيم، على بروشان فيديو ان شاء الله. سلامة.